امبارح طلعت؟ مين حررك؟ حررنا الشباب. لا ولا؟ شو صار لك؟ شو صار لك؟ بعد ساعة 11 بالليل. لا شو صار لك بالسجن؟ صار من شهور. خلاص احسبوها انت، والله ترى فايت بالحيطنة. هي انصار الشرعي، ما بعرف اذا لفظته صح او خطأ. هلا انتهت الرشاوى داخل مدينة حلب، وراح تنتهي الرشاوى والفساد بكل مناطق سوريا بإذن الله تعالى. السلام عليكم. بحلقة أبناء حلب المحرر، دعينا الله عز وجل أنه إن شاء الله تكون الحلقة الجاية عن حلب بساحة سعد الله الجابري، بفضل رب العالمين، بفضل ثوارنا الأبطال اليوم موجودين بساحة سعد الله الجابري بعد ما تم تحرير مدينة حلب بالكامل. إن شاء الله تعالى راح نكون معاكم بجولة داخل أحياء مدينة حلب لنشوفها بعد ما تم تطهيرها من عصابات الأسد، وبنرجع لكم إن شاء الله. هذا العلم اللي لف فيه شهداء الثورة السورية بإذن الله تعالى راح يرتفع بجميع ساحات بلدنا الحبيب سوريا. اليوم راح يتم رفعه بساحة سعد الله الجابري، بكرة بإذن الله راح يتم رفعه بساحة الأمويين، واللي بعده بساحة الساعة بحمص، حتى نوصل آخر حبة تراب من بلدنا بإذن الله تعالى. هذا العلم اللي لف فيه شهداء الثورة السورية بإذن الله تعالى. شو بدك تعمل؟ من وين؟ من مين لمين؟ والله تكبير. الله اكبر. تكبير. بفضل الله عز وجل رب العالمين من علينا، بفضل الله عز وجل ثم بفضل ثوارنا، بفضل الناس اللي بذلت. حاليا راح نطلع من ساحه سعد الله الجابري، نفتل اكثر من حي موجود بمدينه حلب. طبعا للتاكيد تم تطهير مدينه حلب بالكامل بفضل الله عز وجل. مين هاد؟ انت في عيوننا أم صار تحت أقدامنا؟ إيه نكمل لكم بقى. فبدنا نطلع حاليا من ساحة سعد الله الجابري ونتوجه لأكثر من حي موجود بمدينة حلب. موجود حاليا عن الدوار الباسل سابقا، اللي راح ينزل باسل يتكرفت من فوق لتحت إن شاء الله تعالى. هاي الساحة راح يصير اسمها ساحة الشهيد عبد القادر الصالح، أو راح يكون اسمها ساحة الشهيد عبد الباسط الساروت. طبعا راح يكون لاسماء ابناء الثوره الحقيقيين، ابناء سوريا، وليس الناس اهل الاسد. فطبعا حاليا ثواني ان شاء الله وراح يتم كرفه تباسل الاسد هو وحصانه من فوق لتحت. جايينك جايينك لو خفنا البحار، اعلناها ثوره اشعلناها نار. جايينك جايينك لو خضنا البحار، اعلناها ثورة اشعلناها نار. الله لا يوفقك لا يوفقك يا المجرم بشار، الله لا يوفقك لا يوفقك يا المجرم بشار. وحيوا لنحيي حيينا حلبية، احنا حرية احنا منها حرية، غصب عنك يا بشار رح نحصل على الحرية. حاليا عم يقوموا ابناء الثورة السورية بتأمين مادة الخبز. طبعا هذا الخبز جاي من المناطق المحررة، بالتحديد من فرن الخير بمدينة الدانة، عم يتم توزيعه حاليا على اهالينا المدنيين المتواجدين بمدينة حلب. نرجع منأكد اهلنا المدنيين بمدينة حلب ان شاء الله تعالى ما راح يتم الاقتراب منكم ابدا ابدا ان شاء الله تعالى. الاخوه اللي اجوا لهون اللي حرروا المكان فهني جايين لحمايتكم ولتطهيركم من رجس آل الاسد. الحمد لله على السلامه. جاي تفتح؟ الله يسلمك. لا جاي عم اتفرج. والله شلون الامور؟ والله الحمد لله. بعد ما تفرجت شلون شفت الوضع؟ الله يعطيك العافيه. الله يعافيك يا رب. الله يسلمك يا رب. عمي حضرتك من ابناء حلب. اي الله يفتح عليكم يا رب. تحكي لنا شوي شو كان مقدم خدمات النظام سابقا؟ والله ما اعرف شيء. نحن بركي كل شيء فيه بس ما يعني شلون بقول لك يعني المقصد لا المقصد مقصد مثلا كان في عندكم كهرباء، كان في عندكم في الحمد لله شد تجيكم باليوم مولدات؟ لا مولدات يعني على المولدات الطاقه الشمسيه شغاله الحمد لله. لا انا عم احكي على كهرباء نظاميه. الكهرباء بتجي باربع ساعات، كل اربع ساعات ساعتين، ساعتين اربع ساعات بشكل. ايوه. او كل 10 ايام مثلا، كل 10 ساعات ساعتين بشكل. الحمد لله رب العالمين الحمد لله. طيب باذن الله الفتره القادمه باذن الله تعالى، هي بتاخذها بشاره من اخوك الصغير ان شاء الله. باذن الله تعالى الفتره القادمه هي الكهرباء 24 ساعه مثل ما احنا عايشينها بادلب. الله يكرمك يا رب. يا عمي حدا تعرض لكم من الاخوه المقاتلين؟ لا والله لا والله ابدا. اكلنا مطب، لسه بدنا فتره شوي لحتى نتعلم على المطبات وين الطريق السيء وين.
ناشد الأخوة في حكومة الإنقاذ التدخل السريع بتوفير مادة الخبز لأهلنا المدنيين بمدينة حلب. نحن وعدناهم أنه هني آمنين وراح نأمن لهم كل شيء إن شاء الله، ونحن أبناء ثورة، أبناء كلمة حق إن شاء الله تعالى. منتظرين منكم أهلنا وإخواننا بحكومة الإنقاذ، عم ننتظر منكم إن شاء الله تعالى تأمين الخبز لجميع الأهالي اللي موجودين داخل مدينة حلب. أنا ساكن بإدلب من 7 سنوات، أنا من حمص، أنا مهجر من حمص، هجرني نظام بشار الأسد. أنا طالع من حمص من 7 سنوات ساكن بإدلب. نحن من 2.5 سنين لليوم 24 ساعة الكهرباء بتوقع أن قطعت عنا من 2.5 سنين لحد الآن. إذا بدنا نجمع عدد الساعات اللي انقطعت فما بتجاوز ال 24 ساعة. فبإذن الله تعالى بلش الشباب وبلش الأخوة العمل على وصول الكهرباء لحلب. عمي أنتوا طالعين من معركة. أنتوا طالعين من معركة، تمام؟ إن شاء الله تعالى الفترة ما راح تتجاوز العشرة أيام إلا ترجع كل الأمور على طبيعتها بإذن الله تعالى. يا جماعة خير، حدا تعرض لكم من الأخوة الثوار؟ أبدا أبدا. إن شاء الله الفترة القادمة والله لا تنقلب حياتكم إن شاء الله تعالى، تطلعوا من حياة الذل اللي كان معيشكم إياها نظام بشار الأسد لحياة أبناء الثورة، وتشوفوا تعامل أبناء الثورة. الله يكرمكم يا شباب، موفقين إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. أعطيك العافية يا عم. وين رايح؟ كيف الحال؟ الحمد لله على سلامتكم أنتم كمان. السلام عليكم. الحمد لله على السلامة. راجعين على بيتكم ولا خايفين وطالعين؟ بيتنا والله. راجعين على بيتكم؟ وين كنتوا؟ والله امبارح كيف خوف بيطاجه. تمام، الله يسر عليكم. حدا تعرض لكم، حدا غلط عليكم بكلمة، حدا الحمد لله خلصنا من الظلم. الحمد لله على السلامة يا عم. الحمد لله. الله يخليك مش مريض تخلفه. بين الله يا عم. بيعها. امبارح طلعت؟ مين حرارة؟ حرارة من الشباب. لا ولا؟ شو صار لك؟ شو صار لك؟ لا شو صار لك بالسجن؟ طلعت منه شو؟ طبعا حاليا أنا موجود بحي سيف الدولة. بدأت العالم مثل ما كنت شايف وراي تعود لأحياء بعد الاشتباكات اللي دارت مساء الأمس. بفضل الله عز وجل الشباب الثوار انتهوا من تمشيط هذا الحي، وأصبح هذا الحي آمن للأخوة المدنيين. فمثل ما عم تشوفوا وراي حاليا بلشوا الناس واصحاب البيوت اصحاب الحق اخوتنا واهلنا المدنيين يرجعوا على بيوت. اخوتنا بشركه ايكلين ما شاء الله عليكم، ترى نحن شايفين النظافه داخل مناطقنا المحرره، لكن اهلنا بمدينه حلب محتاجين بامس السرعه لتنظيف المكان. فنتمنى تدخلكم السريع لنقل هاي القمامه للأماكن المخصصة لها إن شاء الله تعالى. نحن واعدين أهلنا بمدينة حلب بتأمين جميع الاحتياجات. هذول الأماكن والمناطق كنا نشوف الريلزات على الانستغرام أو كنا نشوفها على الفيسبوك، وكان يحترق قلبنا أنه هاي المناطق تحت حكم عصابة مثل عصابة بشار الأسد. اليوم بفضل عز وجل المناطق حلب المدينة بالكامل بفضل عز وجل هي لأبناء الثورة السورية. اليوم إن شاء الله تعالى راح يرتفع علم الثورة بساحة سعد الله الجابري. تعرف من موجود حاليا أنا؟ حاليا موجود بساحة المقبور، لعنة الله على روح معلم. هذا ما أنا الجحش. آه؟ هذا ما أنا الجحش. ليش هيك مشوهين وجهه؟ لأنه جحش. الحمد لله على السلامة. كيف الحال؟ الله يسلمك يا رب. كيف كانت ليلة امبارح؟ تمام. شد الكيلو؟ 4000. 4000، شد يطلع ال 4000؟ يعني أنا بقول لك، إذا عندنا 3 كيليات ونص بدولار. 3 كيليات ونص بدولار. خلص احسبوها أنت، والله ترى فايت بالحيطنة. من وين أنت يا محمد؟ من وين أنت؟ نجلوم؟ يا عيني عليك يا محمد. شو عم تبيع؟ شو عم تبيع؟ انت مالك بالمدرسة؟ مالك بالمدرسة انت؟ صار الوضع تمام، ان نحن للشغل هلا اكثر من قبل واحسن. حلو. الله واشغل بالنسبة لنا، لان كنا بالنهار ما عم نحسن نفتح هون، عم نفتح جوا ما عم نشتغل، ما نطلع لبرا غير بالليل، هلا صار الشغل تمام معنا. ليش ما يخلوكم؟ بلدية يعني؟ بلدية. شو المخالفة؟
مخالفة ممنوع تفتح هون، بشيلوا لنا الرزق وبمشوا. ايوه وعم نشيل الرزق بالدير عم نشتغل لنا ايش غير. طيب معلم سؤال، كيف كانوا يتعاملوا معكم شبيح نظام بشار الاسد؟ كيف كانوا يتعاملوا معكم؟ كيف كان كيف كانوا ينظروا للمدنيين؟ شو كانوا مقدمين لهم خدمات؟ خدمات ايش؟ وين الخدمات؟ كان في كهرباء؟ ما في كهرباء، بتجي ساعتين بال 24 ساعة عنا بتجلون. ايوه بس. طيب معلم ابشرك ان شاء الله انه الفترة القادمة الكهرباء راح تكون 24 ساعة بدون قطع ابدا ان شاء الله يا رب. الله يسمع منا، الله يسلمك، الله يسمع منا ويحميكم ويوفقكم. من الثوار حدا تعرض لكم؟ والله ابدا ابدا، والله ابدا. امبها عملوني بالليل احلى معاملة. حلو، حدا اخذ شيء من عندك؟ ولا ابدا، اعوذ بالله. اجوا الصبح قلت له خذ، قال لي ما باخذ. الله يفتح عليك، الله يرزقكم انتم ويحميكم ويوفقكم. الله يسلمك. أمام فندق قصر حلب. إخواننا بشركة سيريافون، مركزكم جاهز بانتظار تخديم المنطقة، لأنه صراحة ما أننا متعودين على النت تبع سيرياتيل والإمتيان، الكلمة ما عم تطلع للواتساب. متعودين عنكم السرعة بسيريافون تتخطى الأربعين ميجا، فبدنا نعيش أهلنا في حلب هيك. الله يكرمكم يا جماعة الخير، ترى مركزكم جاهز، تعالوا وبلشوا وتوكلوا على الله. من أمام مبنى المحافظة، اليوم مبنى المحافظة وهذا المكان حر بالكامل بفضل الله عز وجل. شوفوا المكان، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. الناس أمنت، شافت المعاملة الطيبة وشافت أنه نحن بفضل رب العالمين أبناء ثورة. نحن ما لنا جايين مغتصبين، لا نحن محررين الحمد لله تعالى. هي أراضينا، اليوم دخلنا لها الحمد لله. كثير هلأ النظام عم يروج على موضوع انه عم يخوف المدنيين او عم يطلب من المدنيين اخلاء مدينه حلب، لكن مثل ما كنتم شايفين الوضع بفضل الله عز وجل، الامور ما في اي شيء بفضل الله عز وجل. اهم شغله انا من هون عم بقول لكم، اهم شغله اللي له حق عند اي واحد منا نحن الجيش الحر اللي رح يدخل لعندكم يقلع عينه وياخذه، وقلنا حق عند واحد من اي واحد فيكم عدم المؤاخذه رح نقلع عينه وناخذه. الحق ما بيزعل، مين ما يجيك انت بيدوس على طرفك رد له اياها 1000 كلمه، الكلمه رد 1000 والضربه رد 1000، وتحدى زلمه يكون له حق عنا وما ياخده. هاي من اليوم طبعا تم اسقاط تمثال المقبور باسل الاسد، والوضع اللي شايفين فيه باسل الاسد ترى هو وضع الشبيحه كامل كان بحلب هيك. ونشاهد انوار حسنك يا حلب والضحى، يا بال الناس في العام عيدين الفطر والضحى، وانا بحلب ارى كل الليالي عياد يا يا محمد وزيزل مكحولة هادينا صلوا عليك. حاليا بدأ انتشار الإدارة العامة للحواجز داخل مدينة حلب، طبعا هن منتشرين الشباب ايضا بمناطقنا المحررة. الشباب مهمتهم حفظ السلامة وتيسير امور الاخوة المدنيين اللي موجودين هون. السلام عليكم، الله يعطيك العافية. اللي مطلوب منكم شو حاليا؟ امور الناس. هل في عندكم اي تعليمات على ايقاف مدني او كذا؟ لا ابدا. لا يعني هلا مثلا تنظيم سير مثلا؟ تنظيم السير، تنظيم السير، تيسير امور المارة. حلو، الله يفتح عليكم يا رب. طبعا انتم الاداره العامه للحواجز. نعم، الله يفتح عليكم يا رب. حياكم، موفقين ان شاء الله. حياكم دائما بنسمع باكلات حلب، فهلا بنقدر نقول هاي اول مره بيجي باكل داخل مدينه حلب. ان شاء الله تعالى المره الجايه كمان بتكون بالشام، بتكون بحمص، بتكون بكل المناطق اللي راح يتم تحريرها باذن الله تعالى على ايدي الثوار. اليوم مدينه حلب اليوم الاول للتحرير مثل ما كنتم شايفين بفضل الله عز وجل، الحياه طبيعيه جدا. الاخوه بالاداره العامه للحواجز
بلشوا تأمين المنطقة بشكل واسع، دخلت الشرطة، دخلت الجهات المدنية لحتى تأمن أكبر عدد ممكن من الخدمات اللي ممكن أنه تخدم أهلنا بمدينة حلب. فلما نجرب فلافل حلب بقى. أول سندويشة فلافل بحلب ومن نص سيف الدولة، المطعم اسمه شتورة، ما شاء الله والله طيبة. بس عم يصير عندنا حاليا مشكلة بالعملة، هنا بيتعاملوا بالعملة السورية، نحن أبدا ما بنتعامل فيها، فهيك شوي عم يصير في شوية صعوبة، لكن الحمد لله رب العالمين، يعني عم نحاول إنه نعطي زيادة مشان ما نكون مشان ما ندخل بالحرام أبدا. تواجد حاليا بحديقة السكري داخل مدينة حلب. انتم ما عم تشوفوا الناس هلا عادي بالحديقة. لو مثل ما عم يروج نظام بشار الأسد على عدم إعطاء الأمان لأهلنا المدنيين بمدينة حلب، ما شفنا الناس موجودة بالحدائق. اللي شايفينهم حاليا هن الهيئة العامة للزكاة داخل أحياء مدينة حلب. الهيئة العامة للزكاة اللي إلها فضل كتير كبير من بعد فضل رب العالمين بتحسين وضع الفقراء داخل المناطق المحررة، وبما أنه أصبحت حلب من المناطق المحررة ومن مناطق الثورة، فصار من واجب الهيئة العامة للزكاة مراعاة الناس الفقراء والناس المحتاجين اللي موجودين داخل مدينة حلب. فالله يتقبل منكم يا شباب. أنا عم أعرف حسب ما خبرتونا انه انتهيتوا عمل. نعم. شو كان مهام عملكم اليوم؟ والله اليوم كان عندنا وجبات طوارئ. نعم. بما انه اليوم ما في يعني الافران واقفه، فجبنا ما استطعنا من خبز وشويه وجبات هيك اسعافيه للفقراء الموجودين في الاحياء. هي انصار الشرقي، ما بعرف اذا لفظته صح او خطا، هي ازمه المواصلات اللي موجوده بجميع مناطق النظام. ان شاء الله الفتره القادمه قريبه جدا هاي المشاكل راح تنحل، ما بقى نشوف هاي المظاهر ابدا. مثل ما عم تشوفوا المواصلات المنظمه بالمناطق المحرره ادلب وريف حلب، راح تكون هون بمدينه حلب ايضا المواصلات مؤمنه ومواصلات كافيه للناس، وبتكون مريحه مثل ما عايشين نحن بمناطقنا بادلب وغير المناطق. شفت شيء لازم تشوفه. السلام عليكم. السلام عليكم خيو، ليش سارين اسم برنامجي؟ السلام عليكم. السلام. الله يعطيكم العافية. من قبل محلك بيومين. نحن من 81. لا أنا معلم، كانت أواخر الثمانينات. السلام عليكم. الله يعطيكم العافية. ان شاء الله ألف صحة. لا والله. بالله عليك. لا والله. يا خيو والله بيقبل منك، بس ما مني ولا ضيف يوسف، والله ما بترد راسه هاي. والله أكلت عند جارك، ما بعرف شو اسمها هي المنطة؟ هي سيف الدولة. معلم واحد زائد واحد. أضيف الروج بشوي. السلام عليكم. عم نفتقد لشهيدنا وبطلنا عبد الباسط ساروت، اللي كان أحد أحلامه هو الدخول لمدينة حلب، واللي كان له دور كتير كبير بمعركة فك الحصار عن حلب بالسنوات السابقة. نسأل الله تعالى له القبول. إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى، إن شاء الله تعالى دماءكم شهداء سوريا بالأجمع ما راح تروح سدان. سيارة شرطة المرور. هلأ أول شيء أنه السيارة يمكن مواليد 1900 وخشبة. بتشوفوا بكرة السيارات شرطة المرور التابعة لأبناء الثورة كيف هي موديل من 2016 وانت طالع، سيارات اكسنت شيء مرتب على كيفكم. لكن اهم شيء انه ال 25 ليره راحت، ما عاد في رشاوي، ما عاد في والله اذا انا خالفت بشيء لك بحط له للشرطه بايده شوي، مثل ما عودنا نظام الاسد وعود الناس اللي بتسكن تحت حكمه انه بالرشاوي كل شيء بيمشي. هلا انتهت الرشاوي داخل مدينه حلب، وراح تنتهي الرشاوي والفساد بكل مناطق سوريا باذن الله تعالى.